اولا. طيب لا انا كذلك انا مقر على اخي العزيز بالنسبه للجهه الاخرى. اسمعني اخي الشيخ عثمان خميس. اخي اسمعني انا بعطيك 30 ثانيه زياده على 3 دقائق، يعني انت الان انا اقول دقيقتين هذيك 3 دقائق ونعطيك 30 ثانيه اضافيه بس لانك منقم باختصار شهد الله. على كل حال نحن جزاكم الله خير، على كل حال نحن الأقربون أولى بالمعروف، هذه القناة التونسية ونحن الأقل صوت تونسي الأقل، نحن تعطونا ولو دقيقة أو دقيقة. لا لا مجلس الحديث هذا يخليني أشد عليك أنت من واحد ثاني. جزاك الله خير. أقول هذه الكلمة للإمام علي عليه السلام قصيرة، وهي رسالة أرسلها إلى أهل مصر مع عمالة الأشتر، لأنهم يقولون لماذا علي بن أبي طالب عليه السلام لم يجاهد ولم يدافع. نعم، فيقول عليه السلام في هذه الرسالة أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين، فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده، فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده، فما راعني إلا انسيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه فنا أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب، فنهضت في تلك الأحداث حتى زال الباطل وسهق الدين واطمأن الدين. طيب أخي أنا طبعا هذه سمعنا من سمعنا مقاطع من هذه الكلمة، أنا آسف بس مضطر لأنه صراحة يعني قريب 5 دقائق يعني ما حنقدر، لو الطريقة دي ما حنتكلم أصلا هنا المتناظرين، وأنا قلت للإخوان المشاهدين أطلب منهم يلتزموا في دقيقتين يقولوا النقاط الرئيسية، برقيات سريعة أو أسئلة موجهة لأي حد من الضيوف المشاركين. أشكرك على اتصالك، نأخذ الأخت أم أنس من دايس، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكم جميعا، وأبدأ فأقول أنا لا أشاهد المستقلة الآن، ولكن لا أدري هل ضيفكم التيجاني موجود أو لا. موجود دكتور التيجاني حسنا، أعلق بسرعة أقول أن لعله منذ الأمس قد انتهى من سياسة المقاطعة، ولكنه لجأ إلى سياسة أخرى هي سياسة التضاحك أسميها وليس الضحك. أقول أن هذا الأسلوب المبتذل لا يليق بشخص جاء يزعم أنه يدافع عن مذهب إسلامي، حقا الطريقة غير لائقة بالمرة. هذه واحدة. أما الثانية فقد استدلوا بمسألة الوراثة عندما أسمعون شريطا من مسلسل مصري، ولا أدري متى كانت المسلسلات هي الأدلة التي تؤيد ما نقول. استدلوا بورث سليمان داود، الوراثة في القرآن الكريم، أقولها لهم وأنا طالبة علم متواضعة من أهل السنة والجماعة، الوراثة هنا ليست وراثة الثروات، الوراثة هي وراثة النبوة وأعباء الدعوة إلى الله، فلن يكن لدى الأنبياء ثروات يورثونها لأبنائهم. هذه واحدة. أقول أطلتم الكلام في مسألة الإمامة، وموضوع الإمامة يا أخي الكريم ليس هو النقطة الخلافية الوحيدة فيما بيننا وبينهم، هناك نقاط اختلاف أهم وأعمق، من أهمها مسألة التوحيد. نقول مسألة التوحيد يجب أن تقتل بحثا وليس مسألة الإمامة، فأقول بين قوسين فلتقطع كل يد تمتد لتسأل من غير الله سبحانه وتعالى. مسألة الإمامة أعتقد أنها أصبحت مملة إلى درجة الملل، يعني حبذا لو تنتقل إلى غيرها. وأعتقد أن أساطين هذا المذهب سيضحون بالتيجاني في محاولة لحفظ مذهبهم. أرجو أن تستمع لهذه العبارة بدقة. لحظة بالراحة تجاني، ما سمعك بالراحة. حسنا يمكن أن تنقلها له ولكنني سأقولها على الهواء. هؤلاء قدموه ككبش فداء، ولكنهم غدا وعندما تنتهي المناظرات بهزيمتهم إن شاء الله سيقولون هذا التجاني لا يمثلنا أبدا، ويكون قد حل به جزاء سلمان.
سنوار. أتعرفون سنوار أيها السادة سيحل بالتيجان نفس جزاء سنوار. أعتقد أن هذا مجمل ما لدي، لا يتسع الوقت لأكثر، وأشكركم وشكرا. في الحال التجاني ما مبين خالص هنا من الكلام. التجاني لا يريد جزاء ولا شكورا. لا أنا ما أدنيش الإخوان اسم الله خلفه. مين يعني؟ أم محمد البحرين فضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أخوي عندي مداخلة. فضلي. جميع الأخوان اللي يتصلون. نعم. كل اللي يحطون جميع الأخوان اللي يتصلون يقولون إن الأخ تجاني هو اللي يقدر يتعدي على الدكتور بلوشي. إنزين. لكن إحنا اللي شفناه إن الدكتور البلوشي من أول البرنامج لنهايته كل يقول إن الأخ تجاني مهرج. فأنا اللي أزعمه إن المهرج هو اللي يقعد يضحك الجماهير. هذه أول شيء. ثاني شيء، الأخ بلوشي ليس جنسية إيرانية. الأخ بلوشي هو طالبان في الأصل. الله الله. وليس له إنسان. يسمعني، هو أصله من الطالبان. الله. في المهرج هو اللي يقعد يهرج على الناس عشان الناس يضحكون. وأنا ما أعتقد إن التجاني يكون بابا نويل. هو البابا نويل. فلو يشوف الشكل هو يكون مثل أكثر. هذه المداخلة. شكرا. ولو بقى يتكلم انه يقول انه كل يوم انه في سنة تشيعوا، انزين انا اقول انه هم من الافضل انه هم يتصلون في المستقلة وانتم تاخذون الاخبار اذا هم بالفعل استشيعوا او لا. فانا اقدر اقول انه انا تسننت بدون ما انتم تعرفوني، انزين يعني انتم بعد تستخدمون التقية نفسنا، انزين هذه اول شيء. ثاني شيء، كذلك في بعد علماء السنة تشيعوا مثل مروان خليفات اردني، ليش ما تبون على المستقل اللي يكون معاكم؟ أول مرة نسمعك. طيب. لا مو أول مرة. طيب. هاي معناه إنه هو جاهل ما عنده خلفية إلا هو يحصل هو وياهم. طيب حاضر حاضر حاضر، شكرا لك إن شاء الله. تدح فرصة، إحنا أوريدي جبنا اليوم معنا أحد الإخوان السنة اللي تشيع، جبنا الدكتور تيجاني وهو جانا من أمريكا وشارك معنا وإحنا في الحلقات كلها. إحنا عندنا اثنين فما نقدر طبعا نجيب هنا عدد كبير جدا، لكن إن شاء الله نستفيد من ملاحظاتك. ناخذ الان الاخ محمد العتيبي من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي بغيت اسال الدكتور النجدي. تفضل. الكتاب الصحيح عند الشيعه او الكتب الصحيحه عند الشيعه لو يذكرها لنا، التي ليس فيها ضعيف ولا منكر ولا يعني تكون حديثه صحيحه. ما في فكره اجاوب بس باختصار. اخي العزيز، مصادرنا من الكتاب والسنه، والسنه نقصد بها قول المعصوم او فعله او تقريره، يعني قول النبي صلى الله عليه واله وقول اهل البيت المعصومين جميعا او فعلهم او تقريرهم، وكذلك تقرير النبي وفعله. وما دون من السنه باعتبار نحن باب الاجتهاد مفتوح عندنا، فالمجتهد هو الذي يصحح الأحاديث. هناك كتاب صدر اسمه منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، فعلماؤنا قالوا عن هذا رأي صاحبه، يعني رأي ما صححه صاحب هذا المنتقى، أظن ثلاثة أجزاء. طيب. وأما الكتب الأربعة اللي هي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، ففيها ما يقارب أكثر من 12 ألف حديث صحيح، وما تبقى ما بين حسن ومقبول وضعيف إلى آخره. طيب فضل يا أخي كمل في دقيقة ملاحظتك لو سمحت. يا أخي إذا سمحت. نعم. الأخ النجدي يقول أننا لا نلوم في الله لومة لائم، هل هذا صحيح؟ قالك لا